السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من القلب إلى القلب. اليوم 1/7 برنامج الإكسبريس أنتري رسمياً بدأ يستقبل الاستمارات التقديم للهجرة إلى كندا. وطبعاً أنا شارح حلقتين قبل هالحلقة ومتكلم عن الإكسبريس أنتري وعن مواضيعه بالتفصيل وبالتفصيل، يعني متكلم عن اللغة، متكلم عن التقديم، متكلم عن الشهادات، متكلم عن المهن، متكلم على كل شيء بهن. بس اليوم راح اشرح فئة معينة من الاكسبرس انتري. راح تقول لي شنو؟ قبل كانوا يجيبون الاكسبرس انتري يفتحوا للجميع، اللي عنده شهادة واللي عنده مهنة واللي عنده كذا واللي عنده كل شيء، يحطوكم بخلاط ويضربوكم خلاط، واللي يطلع منه صاحي هم اللي ياخذوا. بس حاليا يعني افتهمتوا عليه لو ما افتهمت خلا اشرح لكم اياه بعد اكثر بالفصحى. كانوا قبل يساوون بين اللي عنده شهادة والما عنده شهادة. مثلا واحد هو سباق او نجار، من يقدم على الاكسبريس انتر شي يقول بروحه او شي يقول ويا نفسه، راح يقبلوني الي لو يقبلون هذا اللي عنده ماجستير او دكتوراه. بس بالوقت الحالي بهذا البرنامج الجديد فصلوا كل شيء لوحده، كل فئة لوحده. انت من تدخل على الاكسبريس انتري وتريد تقدم راح تطلع لك 3 اختيارات. الاختيار الاول المتعلمين، الاختيار الثاني فئة المهنيين، الاختيار الثالث فئة الخبرة الكندية، المهنة الخبرة الكندية. انت تختار الوسط المهنية او فئة المهنيين المهرة. هذول اول شيء من مشاكل الاكسبريس انتري كانت انه اقل شيء لازم تحط بحسابك 35,000 دولار حتى تبدأ بالقبول الاستمارات. بس بالوقت الحالي شالوا الحساب البنكي، يعني حاليا ما قاموا يطلبون حساب بنكي. شغلة ثانية بفئة المهرة او عمال المهرة او المهن المهرة، هذولا صاروا ما يطلبون منهم لغة، يطلب منك إجادة لغة بس ما يطلب منك شهادة لغة. وإذا كنت أصلا أنت تتكلم اللغة الفرنسية أو عندك لغة فرنسية أو بضع كلمات من اللغة الفرنسية فأنت مرشح أو أنت واصل كندا، واصل إلى كندا. بس جماعة اللغة الإنجليزية اللي عندك لغة يعني يستطيع الفهم والكلام، يستطيع له القدرة على التكلم وفهم اللغة الإنجليزية، همين يقدر يقدم على هاي الفئة، فئة المهرة المهن المهرة. هسه راح تسألني شنو المهن اللي يريدوها؟ أنا أقول لك أول شيء يريدون عمال مطاحن وعمال مصانع، يريدون نجارين، يريدون سباكين، يريدون كهربائي ميكانيكي تدفئة وتبريد وكهربائي، يريدون كهربائي سيارات، يريدون ميكانيكي سيارات، يريدون عمال بناء بأنواع البناء، يردون عمال وغير وكذا وكذا وخياطون وكذا. كل المهن محتاجيها الآن. حتى العمر يعني بالإكسبريس أنتري كانوا مخلين العمر من 18 لـ 32 سنة، هسه شالوها لـ 32 سنة وخلوا من بدالها 65 سنة. يعني من 18 لحد 65 سنة يكون عمرك تقدر تستطيع التقديم على الهجرة إلى كندا أنت وعائلتك بدون كشف حساب، بدون شهادة اللادلس أو شهادة اللغة. هو مطلوب منك يقول لك هل أنت قادر على الفهم أو التكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. خلينا نشلنا بعد ايش بقى من الشروط الموجودة، الخبرة. يقول لك أنا أريد كل مهنة المينيمم مالتها يعني اقل شيء خبره يكون عندك سنه خبره. بهاي السنه تكون عندك 1560 ساعة، بمعدل 30 ساعة بالاسبوع تشتغل. يعني يريدون منك معدل خبرة عمل 30 ساعة عمل في الاسبوع لمدة سنة.
هاي السنة طلع بيها 1560 ساعة، بس هم ما طلبوا منك شهادة علمية، ما طلبوا منك شهادة مهنية، قالوا احنا ما نريد، احنا نريد شيء اسمه خبرة، يكون عنده 1560 ساعة يقدر يقدم بها الى الاكس او الاكسبرس انتري. هسه احنا شلنا الاكسبرس انتري، احنا شلنا منها كشف الحساب، شلنا منها العمر، شالوا منها بعد شنو شهادة اللغة، قلنا شهادة اللغة ما محتاجيها، شالوا منها هسه والمهم جدا شالوا منها الشهادات المهنية، قالوا اذا عندك خبرة قدم عليها. بس هم مش محتاجين منك، هم ثلاث شغلات يحتاجوها منك. راح اول شيء تحضر شهادة ورقة خبرة. راح تقول لي شلون احضرها؟ اخوي انت سويها بالبيت يا اخوي على الحاسب، طق 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 سوي لك ختم وتوقيع. ترى هي بسيطة شهادة الخبرة، لا تحتاج تصديق وزارة خارجية ولا تحتاج تصديق وزارة داخلية وما لها علاقة. اثنين، يريدون منك جواز سفر. اذا كنت انت وعائلتك تريدون تقدمون وانت باسمك التقديم، لازم كلكم يكون عندكم جوازات سفر، لان الاكسبرس انتري مطلوب منه يكون عندك جواز سفر صالح لمدة او غير منتهي لمدة 6 شهور للامام. وراها ورد جواز السفر يريد منك ورقة عدم محكومية. يعني 3 شغلات نحتاجوها، يحتاجوا منك شهادة عدم محكومية، يعني ما عندك جرائم او ما عندك حالات سرقة في البلد اللي انت عايش به. 2، جواز سفر. 3، الخبر. التقديم شلون؟ التقديم اول شيء انا راح اخلي لكم اياه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، راح تدخل عليه مكتوب الاكسبرس انتري، راح تدخل على الاكسبرس انتري، تختار فئات انواع او فئات التقديم تدخل عليها، راح تطلع ثاني اختيار عندك المهن او مهن التقديم، تدخل عليها وتكتب الاستمارات كلها وتقدم ان شاء الله. اريد اقول لكم شغلتين. الشغلة الاولى انه المعاملة بالاكسبرس انتري ايام زمان كان تاخذ لها 4 سنين او 5 سنين بالمينيموم، يعني بالميت، يعني انت اعطيها 5 6 7. حاليا صرح الوزير قال اني انطيها 60 يوم فقط للمعالجة. ليش؟ لان هذا البرنامج مباشرة للحكومة الفيدرالية، يعني ما ينتقل للحكومة المقاطعة ومن حكومة المقاطعة ينتقل للحكومة الفيدرالية، لا، مباشرة المعاملة تنتقل للحكومة الفيدرالية وتبدأ بمعالجة الملف. وقال احنا الملف يطول 60 يوم وننطي نتيجة. الشغلة الثانية المهمة، الاستمارات الاكسبرس انتري ايام زمان من تريد تقدم كنت لازم تدفع $500 كندي. وطبعا اللي عنده معلومات راح يقول صح، انه الاستمارة تدفع $500 كندي حتى تستطيع يقبلون الاستمارات، لازم تدفع اول شيء حتى يقبلون الاستمارات. بس بالوقت الحالي الاستمارات صارت ببلاش، يعني شلون نقول احنا ايش مرح جارة بالظلمة، وين ما تصيب خصيب. فانت انا اطلب منك روح قدم وقدم، لان هي اصلا الاستمارات ببلاش ما تدفع بيها ولا فلس. اتمنى استفادتوا من هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك اذا عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك، لان هذا الخبر اجمل خبر واحلى خبر لكم. واتمنى لكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.